خلص يا عمي، فكعت معي، بدي أثني. خلص بدي أتجوز، أنا بدي أتجوز. المصيبة كيف بتجيب لها إياها مش عارف يا عمي. فكعت أنا لي 20 سنة معها، والله زيكت حالي. والله يا فاخر راح تعيش بنعيم لما أثني. يا ضي بصير الحياة محلاها. هذه هلكيت إذا حكت لها بدي أثني باكل بدل نص موت. مليش غير الشيخ جمعة. الشيخ جمعة، سلام، هذه لكي لحل 100%. مالك يا سيدنا شيخ؟ مين؟ فاخر. وليش متلثم؟ بديش مرة تشوفني. طب ايش لح الثام؟ بدك تفضحنا؟ ايش لح؟ امان؟ ايش لح امان؟ جبت البضاعة؟ اني بضاعة بدك تودينا بداهية انت؟ بدك خلاص سيدنا شيخ، بدي ثني خلاص، بغلي غلي خلصنا لكيلة طريقة. حكيت لك يجب اخبارها، يجب اعلامها. خلاص بعطيك 20 شيكل مشيها. يا رجل ما بزبط. انا جربتها قبلك ما زبطت، هلقيت لازم نخبرها. وين نخبر؟ شو هذا الفحم اللي على وجهك يا زلمه؟ هذا من الصلاه. من الصلاه تقول لي؟ طب انا الكتله الجديده لازم يجب اعلامها. هي كيف بدك تفضحنا في البلد؟ شو مخدها خطيفه انت؟ ما هي 75 سنه ناضجه يا رجل. ما بزبطش، يجب اخبارها الاولى والثانيه. دبرها، بعطيك 10 شيكل. اسمع، في إلي صديق شيخ زيه ألف كتاب اسمه الطريقة المثلى عشان الثني، ومجرب عنده عدة طرق. جرب، يعني عنده طريقة وطريقتين وثلاثة، جرب الأولى، ابدأ بالأولى، توكل على الله، ويجب إخباره. دير بالك مسؤولية. طيب مين ها؟ هذا في جيش، شكله في جيش. تعال سيدنا شيخ، تعال سيدنا. كيف اللوك الجديد؟ ليش لابس نظارة شمس في نص الدار؟ وين هالشمس؟ كيم بلا هبل. بعدين نضب، ليش هيك مفرع؟ بسمعك بقول لابس بكيني. شو لابس أنا؟ شورت. بتعرف يا فخرية، اللي فترة قاعد بفكر بقول نسبة العنوسة زايدة في البلد، يعني حرام البنات معنسات كثير، ونسبة الذكور أعلى من الإناث، أعلى من الذكور. يعني إحنا ذكور كلنا كردين وحارس، في هيك موقف إحنا الزلام لازم نكف معهم للبنات بدل ما يضلوا وحدات. يعني اللي متجوز يثني، يثلث، يربع، يخمس، يعني نكف معهم، حرام يضلين وحدات. بتعرفي أنتوا المرأة ما بظلم المرأة غير المرأة، مش أنتي زلمة، قصدي مرأة، واقفة معهم، حرام يضلين وحدات بدون جوز. جلادياتر، هي جلادياتر. اسكت بلا هبل، قاعد تتهبل اللي انت الثاني. نصير المرأة وما نصير المرأة، البس معك بقول كم سوي قهوة بلا هبل. تعرف آخر فترة أخلاقك من مرة مش عاجبتني، متغير كأنك صاير تكرى كثير. كم نصير المرأة، نوقف مع المرأة. تهبل. قوم. انا بدي اقوم احلق دكني. ليش حامل السكين في نص الدار؟ وديها على المطبخ. احلق فيها دكني بس بدي احط معجون. من عن عرض الخصر العالي. حتى بلبس خصر عالي لا واصل لا ركبتي. ايش بعد الخصر الواطي؟ قلت لها تشتري لي شيء بلاطين. سك الله وين مثلا ما مخلص. شو صار معك؟ يا رب اللي جابك لمسني يا زلمه.
الشيخ جن معك يا رجل. فكرتك على الحدود. اي واحد بوحده. الو يخرب بيتك، ليش ناس هذا الشيء؟ لبست. الله لا يديرك الله لا يديرك يا شيخ جوع. دعابة محلاك محلاك لما تداعب. شو صار معك؟ بطلت اخلف. شو صار معي من اللي عملته؟ في ايش صار معي؟ في الموضوع مش ظابط، مش ظابط شيء. ما زبطت ما زبطتش الطريقه الاولى. مرتك بتخلف؟ احيا مصرمج. طبعا بتخلف، عندي 6 اولاد. من وين يعني؟ ما خبرتنيش. هذه فقاسة. إذا 6 أولاد بدنا الحلوان معناته. إنسان من بطنه خلقت سيدنا الشيخ، احكي لي شو لازم أسوي؟ شو الطريقة؟ إذا الطريقة الأولى ما زبطتش بتجرب الطريقة الثانية. الطريقة الثانية مزبوطة 100% ومجربة وقوية. شوي. اسمعني. بتكتب كتاب. كتاب؟ رسالة. رسالة. بتكتب لها رسالة بتحكي لها فيها إنه أنا بحبك. وما الحب إلا للحبيب الأولي. فهمت؟ فاهم ولا لا؟ حطها براسك وبعدين حكي لها انه انا مضطرها اثني لاسباب خاصه فيك، وحكي لها انه هذا الاشي واجب وطني وعربي وقومي واسلامي. اسف اسف. ايه اللي ما بقاش عاجبه فيه؟ الكرش ده. اشفوتي 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 على طول. بصي لنفسك في المرايه يا حبيبتي وانت تعرفي المرايه اللي حضرتك مثبتاها طول الوقت. معتزه بيها على ايه؟ ما هتستني ايه؟ فستان الفرح لابسها لي 24 ساعه. انت عارفه اخر مره شفتك كنت عامله شعرك فيها كان من امتى؟ فاكره؟ من قبل ما تخلفي على طول. ابصر شو هالورقه يا فخيره، لها 4 ساعات. يا زلمه بيها هي هذه فاتوره كهرباء، خلص روح ادفعها وخلصني من هالقصه. ها هي مزعتها بيعرفوا في الشركه. ولا ليش لابسه نظاره شمس في عز النهار؟ جوا الدار. بخاف على عيني من التلفزيون الأشعة. أشعة؟ طلعني عمر. ليش مسكر الباب؟ الله. ليش مسكر الباب؟ ليش مقاطع حالك في عز الشوب؟ شو بتسوي؟ أنت حمالك؟ يا أخي أخبرها، أخبرها، أعلمها، يجب عليك أن تخبرها، أعلمها، يا أخي رجل أنت، أخبرها، حطها في الصورة يا أخي. رجل انت رجل ولا مش رجل؟ رجل. يا رجل اخبرها يا رجل. طيب. اعلمها. مش رفضت اعلمها. حطها في الصورة. مش رفضت اعلمها. زهقتني يا رجل. مش هنربها. زهقتني. خلاص طفشت. خلاص ولا انت اسلح على امي يا رجل. مربي شعرات. سخرب بيتك بيت. الشيخ جمعة سابق شعره. الشيخ جمعة سابق شعره يا اهل البلد. فخيرة بدها ثني. يا زلمه هيك تتعشيت بدك تثني؟ بدها تجوز. بدها ثني. بدها تجوز. شوكولات؟ بدك تتجوز فخر؟ لابس واقي. شوكولات؟ والله ما تعس عليك. هي راح بيقولولك هي